وتستمر إلى غاية 31 ديسمبر. حاليا رانا في أكثر من 840 ألف قطار تم الحرث على مستوى الوطني، باوجدوا روحهم اللي زرع. اذا نجم اليوم انطلقنا من الصيف، يعني الموسم بصفه رسميه الصيف كرمزيه، حيث يعني هو خزان يعني معروف للحبوب. هي ولايه نموذجيه قطرنا هذا العام تقريب 4 ملايين و200 الف قنطار من كل اصناف البذور. هذا راه يعني ياخذ بعين الاعتبار كل الطلبات اللي يجيو من الفلاحين، ولاول مره حتى يعني الكميه اللي نزرعها في الاقطار بدلناها خلينا على حساب الولايات على حساب صحه التربه يعني، ولا ويعني الامطار اللي تكون على مستوى الولايات او حتى عن طريق السقي.